واسعها وتنوع ثقافاتها ودياناتها نقطة التقاء بين أفريقيا والشرق الأوسط. وقد بات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية جزءا من استراتيجية مصر خلال الفترة الراهنة. هنا القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والساعة الآن 7 صباحا. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الحياة، برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. هنا القاهرة. قطرات الندى. ينحت الشاعر. معظم الضحايا في القاهرة في عمارتين حديثتين في كل من مصر الجديدة والمعادي تحولت إلى أنقاض في ثواني. هزة أرضية قوية ضربت مصر بلغت قوتها 5.9 درجة على مقياس ريختر. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات انتشال الجثث المتفحمة حتى الساعة، بينما تمكن العديد من ركاب القطار من القفز من نوافذه. لم تسعف صرخات الاستغاثة الابنة المسكينة في وصول صوتها إلى أحد. وخلال المواجهات الدائرة في مدينة رام الله، تعرضت مراسلة رؤية في فلسطين الزميلة نبال فرسخ لإصابة مباشرة في يدها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أثناء تغطيتها للمواجهات الدائرة في مدينة رام الله بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. هل تذكر هذا المشهد؟ نعم، هو محمد الدرة. لا مجال لأن تنسى هذا المقطع المصور. الولد في حضن أبوه واقف فرا البرميل، وظن شفتوها بعد كده عملوا لهم بطلوا ما معناه بطلوا ضرب. الولد خد طلقات ومات في حضن أبوه. أقصى حاجة على البني آدم إن ابنه في حضنه وانضرب رصاصة.